جددتوا زيتوناتكم ولا لسه؟ لا، مش الكل جد زيتوناته، لأن الواقع أسوأ من هيك بكتير أمام اعتداءات المستوطنين. اللي بيقدر يشيل يشيل، يلا جيب تاخذ السكالة، تعال نزل المستوطنين. هذا ما حدث أثناء تواجدنا في قرية برقة شرق رام الله لتغطية موسم الزيتون. بالعودة لبداية التقرير، وجودنا في برقة هذا الطريق الرئيسي للقرية ما قبل الانتفاضة الثانية. المستوطنين أغلقوا الشارع بعد بنائهم بؤر استيطانية متفرقة على جبال القرية. إذن هذا هو الحد اللي وضعه الاحتلال ومستوطني لأهل القرية ومنعهم إنهم يتجاوزوا والوصول لأراضيهم الزراعية. إذا أنا عملت هيك أنا بكون بخطر، ومع ذلك قطعناه وربنا الحامي. عمي أبو علي، نعم، إحنا بالممنوع. نعم إحنا بالممنوع، صحيح. شو قصة هالشارع؟ الشارع إلى أزود من 25 عام مسكر على البلد، بمنعونا نستخدمه، بمنعونا نروح على أرضنا، بمنعونا نروح على زيتوننا نلقط زيتوننا، بمنعونا إحنا أصحاب حلال، بمنعونا نسرح في حلالنا في أرضنا في ذيال بلدنا. يوم يوم في علينا مضايقات، يوم يوم في علينا اعتداءات من قبل المستوطنين، وجماعة يعني في الليل وفي النهار بيظلوا يتعدوا علينا ويسووا لنا مشاكل. انت ساكن ما بعد الحاجز على طول، الحاجز الوهمي اللي حط. نعم الحاجز الوهمي، انا ساكن بعد هيدا. هذا الطريق انت متعود كنت تسلكه من 25 سنة على رام الله، يعني هذا الشارع الرئيسي للبلد. نعم هذا الشارع البلد الرئيسي، بس اهم يعني هيهم حطوا هالبؤرة، هذه البؤرة الاستيطانية اللي شايفينها ورانا. نعم، ومن يوم ما حطوهن كم اللي حطوا البؤر هذول سكروا الشارع على البلد جميعها. ممنوع حدا يستخدم الشارع هذا، شارع البلد الرئيسي. سببوا لنا في معاناة، سببوا لنا في مشاكل، سببوا لنا في أتعاب. إحنا كنا من داخل البلد لحد دوال المنارة في رام الله 8 دقائق نبكى في رام الله. إحنا هلكيتها بدنا نروح على دير دوان، بدنا نروح على بتين، بدنا نروح على عين برود، على دور الكرع، على مخيم الجلزون، تندخل رام الله نلف اللفة زي لفة يعني البلد. لفة متعبة مرهقة مكلفة. طيب احنا بموسم الزيتون وشايفين حوالينا اراضي زيتون ما شاء الله يعني، بس للاسف الشديد انه الاحتلال بمنعكم توصلوا وتجدوا زيتوناتكم. احنا هان ممنوع نكف، هان من الدار وجاي ممنوع حدا يجي على الزيتون هذا. كل هذا فوق الالف ظلم تقريبا، منعوا الناس ولا واحد قدر يصل ارضه وقدر يلقط الزيتون. اصحابين الارض كلهم ممنوعين، ما حدا جا. بعدين الزيتون دمروه، اللي حركوه اللي قطعوه بالمنشار قطعوه الزيتون، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هي المستوطنين اللي بجدوا الزيتونات، كعدوين بجدوا في الزيتون، يعني فعليا بسرقوا خيركم كمان. نعم هم اللي سرقوا الزيتونات، ما خلوش حدا يلقط الزيتون. في استيطان رعوي مسلحين بينزلوا على الأراضي، الناس اللي بشوفوها فعليا بقتلوها، ويا ما كان في شهداء بالزيتون. نعم صحيح. ومن أسبوعين تقريبا كان في مستوطنين هجموا على كل المتضامنين اللي أجوا على أراضيكم. نعم صحيح. شو اللي صار؟ أجوا متضامنين عرب وأجوا متضامنين أنا أجانب مشان يساعدوا الناس على جهة البلد من الشكة الغربية جد الزيتون. الجيش منعهم والمستوطنين هجموا على الناس وضربوا على الناس قنابل صوت، ضربوا قنابل غاز، منعوا الناس إنهم يروحوا لقطوا الزيتون تبعهم. طب بدنا نساعد الناس، ننزل أنا وياك نكمل نساعد الناس، لأنه إحنا فعليا هون لا في استراحة ولا في مجال الواحد يتنفس، يدوب ويخلص زيتونته ويطلع عطول قبل أي هجوم. بيخلص زيتون هو جد في زيتونته بيبقى على أعصابه، بيظل خايف مش متريح، يعني كل لحظة معرض إنهم يهجموا عليه، ولو هجموا عليه ومسكوه احتمال إنهم يقتلوه. طيب خلينا ننزل نكمل شغل. عمي زي ما احنا شايفين دارك ورانا. نعم صحيح.
وهاي المنطقة بتشكل عليكم خطورة كبيرة وعلى الأولاد بوجودكم فيها لأنها الأقرب للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. نعم. شو اللي بيصير؟ قاموا بالاعتداء علينا من 7 أكتوبر لحد اللحظة على الدار فوق 10 اعتداءات. آخر شهر هذا من 11 إلى 30/10 أجونا في الليل وأجونا في النهار. هددونا أنهم بدهم يأخذوا الدار. إحنا أصحاب حلال معيشتنا على الله وعلى هالحلالات رزقتنا. هددونا بدهم يأخذوا الحلال وبدهم يأخذوا الدار. بالنسبة إلي أنا وولادي مثلا كسمين الليل شفتين. ولادي بيسهروا للساعة 1 في الليل، أنا بكمل من 1 للصبح. هذا حكي عنا من سنة ودور جاي يوم يوم برنامجنا هذا ماشيين عليه. فعليا إحنا مننتظر موسم الزيتون عشان تتجمع العيلة. نعم. نرجع لفكرة العونة. نعم. يعني كل هاي التفاصيل الصغيرة الحلوة، قيلولة الظهيرة وبريق الشاي على الحطب، هذا الحكي مش موجود عندكم؟ مش موجود نهائيا. يعني الاحتلال حرمنا من لمة العيلة هذه اللي إحنا نستنظرها من العام للعام، حرمونا منها. إحنا لما بنيجي العيلة تتجد بنيجي على أعصابنا. يعني هاينا جدينا زيتونات هان بجنب البيت تبعنا، هاجموا علينا حاولوا يمنعونا من قطف الزيتون. أمام كل هذه المضايقات والاعتداءات اللي بتتم وبتصير علينا، إحنا أصحاب أرض، إحنا أصحاب البلاد، إحنا متجذرين في أرضنا في بلادنا، لن ولن نسمح لهم بالاعتداء علينا. إحنا صامدين في أرضنا، هذه أرض أبائنا، أرض أجدادنا. المستوطنين نزلوا من الجبال بعد عنا حوالي 100 متر، فإحنا لمينا العدة وخلصنا لليوم. وبعد ما لمينا كل شيء وقفنا بمكان بعيد واستطعنا إجراء مقابلة سريعة مع صاحب الأرض. عمي أبو شريف يعطيك العافية. الله يزيدك عافية. كم شجرة الحكنا نخلص؟ يا دوب خلصنا 3 زيتونات. من أصل كم زيتون عندك في الأرض؟ من أصل 16 تقريبا. كنا بنحكي عن الزيتونات، عمي هذا زيتون رومي. صحيح. قديش عمره هذا الزيتون؟ أكثر من 300 إلى 400 سنة، يعني قبل وجود الاحتلال وقبل وجود الانتداب البريطاني وقبل ما يكون فيه استعمار لمنطقتنا في الشرق الأوسط. إحنا موجودين هان وجدودنا موجودين هان وجذورنا ممتدة في هذه الأرض باستمرار. طب يعني اليوم خلصنا جداد على اعتبار لسه ما خلصنا. احنا ما خلصناش، بس خلصنا لانه الاحتلال يعني او المستوطنين نزلوا. صحيح. ف يعني شو رح تعمل هلا؟ رح احاول مره اخرى، مش رح اتراجع. يعني كم زيتون ضل؟ ضايل 4 أو 5، والبقايا المحروقه رح برضه نلقطها لان في اغصان في عليها حب، رح نكون بالعمل فيها عبين ما ننجز العمل. كم يوم بالعادة بياخد منك؟ يعني بالوضع الطبيعي المفروض يوم يومين تكونوا مخلصين. صحيح. على هالحال؟ على هالحال بأخذ عدة أيام، يعني 4-5 أيام، لأنه بده يصير واحد بالتدريج. كأنه بسرك شجرات سركة، كأنه بسرك شجرات سركة. مثل ما شفتوا مش كل الناس بفلسطين تقدر تجد زيتونها.